مكملين نهارنا الحلو اليوم مع سبورتس تايم ومع صديقنا ابراهيم وهبي. صباح الخير ابراهيم. يسعد صباحي. كيفك؟ الحمد لله ماشي. انا يا خال الي انه ما خصني بالرياضه، مش عارف شو عم بيصير، وتقعد بوجهك بصير بعرف كل شيء. حبيبه قلبي خبرنا اليوم شو العنوان. العنوان العريض اليوم اللي عم بيصير بالباسكتبول تحديدا والتطور الحاصل بكرة السلة اللبنانية إن كان على صعيد كل الرياضات، ولكن اليوم اللي صاير بالباسكت هي صايرة لعبة وصلت للعالمية ونحن موجودين بالعالمية، والمزايدة اللي صارت من يومين وصل سعر الباسكتبول نقلة المباشر على محطات التلفزيونية تخطى 10 مليون دولار. نعم 10 مليون دولار. يعني اليوم لنقدر نعرف قيمة اللي عم نحضره، قيمة اللي عم نحضره تخطى 10 مليون دولار بعقد أبرم الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وكان عامل مزايدة لكل المحطات ووسائل الإعلام. واليوم لنعرف قيمة هاللعبة أكثر، في أشخاص، في أندية، في عائلة كرة السلة اللبنانية هن شركاء بهالإنجاز. يعني هيدا دليل إبراهيم عم تقول إنه نحن في أول شيء لعبة فيها مصاري، صح، لعبة عم تنشاف، صح، موجودة يعني من دارة صح، أبينا من دارة ناس من دارة صح، بس بنفس الوقت ما في دولة. دعم الدولة صح، الدولة غريبة، الدولة أين هي الدولة؟ غائبة كليا عن كل شيء، عن كل شيء صح. طب كيف إذا شغلة عالمية ومريحة ومصاري ليه غايبة؟ يعني مش موجودين، بس عادة الدولة تحب المصاري. ايه الدولة انتبهي هلا، ما بعرف هلا اذا الدولة بصير إلى يد لانه عرفت هالقد العقد بين الاتحاد كرة السلة ومحطة التلفزيونية بدها تفوت تدخل وتتدخل كرمال هيك. اليوم نحن القطاع الخاص له دور كتير كبير، رح يكون معنا ضيف اليوم الاستاذ صبحي عياد. نعم. الصديق رئيس مجلس امناء نادي المركزي. خلينا نستقبله سوا ابراهيم، نستقبله سوا ونصبح عليه. استاذ صبحي صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيكم. أهلا وسهلا فيك صبحي. أول شيء يسعد صباحك. أنت ابن اللعبة، مش غريب عن الباسكتبول، كنت لاعب باسكتبول وبتعرف باللعبة كتير منيح. اليوم بدي أسألك، أنت رئيس لمجلس أمناء ديندي المركزية يلي رح يكون له شأن كتير كبير ونادي تاريخي بكرة السلة اللبنانية، أول شيء خبرنا بدي رأيك بالتطور الحاصل بكرة السلة اللبنانية. صباح الخير إبراهيم. أولا مثل ما انت شايف اللعبة من بعد المزايدة اللي صارت على حق الباس والرقم القياسي اللي اول مرة بتاريخ كرة السلة بيوصله، صح، بتفرجي قديه اللعبة تطورت وراحت لغير محل، واهتمام الناس بهيدي اللعبة ان كان بالاختراب او اذا بدك بالمنطقة ككل. الدوري اللبناني محط انظار كل الناس، واخذت هيدي اللعبة من مجرد لعبة عادية للعبة تتفوق وتعمل انجازات بالمنطقة كلها. صبحي رح نشوف هيك بعض الصور لإلك هلأ مع إن كان نادي الرياضي أو نادي بيروت، وطبعا اللاعبين يلي كلهم اليوم أنتو كقطاع خاص وتحديدا أنت كصبحي اليوم قديه بتعتبروا حالكم شركاء بدعم هالأندية، لأنه اليوم دعم الأندية يعتبر شريك أساسي بتسويق اللعبة يلي وصلت للعالمية. صحيح، اليوم كل الأندية إذا بدنا نحكي بتجرد اليوم إبراهيم، مش كل الأندية قادرة تطابق الميزانية، صح، أو تطابق الأرقام يلي هي بحاجة لها لتنافس، فهذا الأمر بيتطلب من أفراد وناس بتحب اللعبة مثلنا نحن مثلا بالشركة كجو غريس، حابين على طول إنه ندعم بصفتنا كلنا رياضيين، والأشخاص اللي موجودة موجودة بهذه الشركة كلها أكس رياضيين، وأنت بتعرف مين الأشخاص اللي عملت إنجازات كمان موجودة معنا، حابين على طول إنه نلاقي أشخاص بتشبهنا، بتشبه الأدرينالين تبعنا، حابين اللعبة تضل on top form تبعها، عم نعمل إنجازات، عم نشوف حالنا فيها. بدعي الكل، أنا دعوة صغيرة، إنه نضلوا إيماننا كبير، لأنه أنتوا تفضلتوا بالبداية وقلتوا إنه اللعبة شوية دولة غايبة عنا، فمين إلا غير الأفراد والأشخاص يلي بتعمل حسابها لو بهيك بمبادرة بسيطة تخلي الأجيال والتالنت بلاير اللي عم تطلع يوم بعد يوم ترجع أيام الذهبية، الأيام الماضية. نعم. يلي فوتت لعبة كرة السلة على كل باب، وكل باب كان فيها لاعب كرة سلة، وهذا اللي عم نجرب نعمله نحن إن كان كلاعبين قدامى أو كلاعبين جداد، نحافظ عليها وننميها مع بعض. صبحي أنا عندي كمان هيك مداخلة زغطورة أو سؤال، أنه قلت الباسكتبول وقتها كان بالزمن الذهبي
وهلا نحن بنقول كمان نحن بالزمن الذهبي لانه وصلنا للعالميه مثل ما تفضل زميلنا ابراهيم وقال مثل ما انت قلت، وعلى الرغم من كل جهود كتير خاصه وما في دوله. صحيح صحيح. هون بدنا نسمع هيك منادات قويه بهذا المطرح انه وينكم، وبدنا دعم، وبدنا نشوف حالنا بهذا الشيء، انه اخر شيء البلد يعني عباله يضوي بمطرح. صدقيني كلنا عم نحلم بهذه الايام، وشكل الايام جاي على افضل واحلى. مثل ما قلنا بلشنا حديثنا انه هذا العقد اللي صار هذا اول مره بتاريخه بصير هيك شيء، وبهيك ارقام عم تتداول بلعبه كره السله. الاكسبوجر اللي اتاخذ من زمان ايام الجولدن ايرا اللي كانت موجوده شوي كان لها رونق مختلف، كان لها زخم عالمي اكثر، اخذت المنتخبات والانديه لغير محلات، استقطبت لعيبه مستوى درجه اولى من ام بي اي او غيرهم. يعني الزميل ابراهيم بيعرف، هو كمان رياضي وبيعرف اليوم وين كنا بهذا الموضوع. طيب اليوم نحن عم نحلم انه ترجع لافضل واحسن من هيك. نعم. ما بعرف اليوم اذا عم ندعي الكل يرجعوا يامنوا ويحطوا ايدهم بايد الاتحاد. ما بدنا ننسى الاتحاد الموجود حاليا برئيسه الاستاذ اكرم حلبي عم بيعمل مجهود جبار صراحه. اللي عم بيصير مع الاتحاد والتفرغ والفول ديديكيشن اللي عم نعطى للاتحاد صرنا زمان ما شفناه، يعطيهم الف عافيه. كلنا عم نستفيد من هيدا المجهود اللي عم بحطوه. اكيد يعطيكم الف عافيه. ابراهيم بدك تعلق على اللي قاله؟ جاي بدي اسالك انا بس، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه شو بتعمل مثل وزاره سكك الحديد ولا منا موجوده من ناحيه لانه الدعم. انا بتذكر لما عملت تربيه بدنيه، انا لما علمت رياضه كنا تابعين لوزاره الشباب والرياضه، وكان عندها شيء عم تعمله بوقتها نحن ايامنا، بوقتها يمكن كان في مصاري. عم بحكيك كان في مصاري. هلا الوزاره منا موجوده ابدا من ناحيه الدعم، لانه ميزانيات الانديه والمنتخبات كثير بحاجه لميزانيات ضخمه، والوزاره ما عندها هيدي الامكانيات ابدا. كرمال هيك بدي اسال صبحي، يعني هيدي السنه كانت لمساتكم واضحه من خلال كقطاع خاص بدعم الانديه وكل الاشخاص الرياضيين، هل السنه الجاي بعد ما ارتفعت القيمه التسويقيه للعبه هل رح يكون لكم دور اكبر بهذا الموضوع؟ هذا سؤال شوي حساس تسألني بالوقت الحالي، لأنه عم ندرس نحن. إذا بدك تعرف كل سنة في كل شركة لها ميزانية خاصة فيها ناحية السيلز ماركتينج أو الماركتينج بادجت إذا بدك أكثر. نحن السنة توفقنا بأنه كنا موجودين وشركاء مع كذا نادي، ما بعرف إذا بتحب بعدين تسميهم، بس الحمد لله كل الأندية عملت إنجازات. إن كان طبعا الرياضي يعني الكل الرياضي، الحكمة، بيروت، كنتوا مع كثير أندية. كنا مع الهوبس، مع الهوبس. وكان في عندي كمان درجه ثانيه نحن كنا موجودين مع اذا بدك نادي المركزي والمشروع تبع نادي المركزي اذا بدك مجرد مضطره رح احكي عنه لنا. صحيح. الانديه السنه عملت انجازات كثير حلوه ورجعتنا هيك اعطتنا امل انه نحن وي ار باك اون تراك. سو ما بعرف اليوم نحن برفع هالميزانيات والالتزامات كل نادي على السنة الجديدة شو محضر لحاله. نحن بدنا نجرب نكون مع الكل ومتساويين مع الكل. إن شاء الله يوفقنا ونقدر نكون معهم وما يكونوا إذا بدك ما ينسونا بالسنة الماضية ويتخطعينا بالسنة الجديدة بالأرقام الكبيرة. صح. بدنا نكون شوي نكون قراب على بعض، بدنا نكون قراب على بعض. ونحن صدقني إبراهيم نحن بنحب نضلنا نكون بكرة السلة وبغير ألعاب، نحن موجودين بغير ألعاب، لكن كرة السلة لها رونق خاص عنا. صح. بدي يكون أنا موجود مع أنا والشباب والأشخاص اللي معي بالشركة، حابين إنه النادي الرياضي والنادي الحكمة وكل الأندية اللي بيطمحوا ليعملوا إنجازات إن كان بالكاس أو بالدوري أو خارج لبنان، حابين نكون مع كل نادي بإذن الله. صبحي بدي اسالك عن نادي المركزيه اللي هو اليوم رح يكون له بصمه واضحه ان كان بقياده المدرب الوطني المعروف الشهير فؤاد ابو شقره، وانتم كاداره بالهيئه الاداريه ومجلس الامناء. خبرني عن وضع نادي المركزيه اليوم وشو رح يكون دوره بالاستحقاقات المقبله. نادي المركزيه نحن بلشناها بفكره وترأسها
صاحب الفكرة أكيد الأبونا إليس عادي، وجه له صحيح، هو الشخص اللي بلش هذه المبادرة، وإذا بدك هو كمان رياضي سابق جاي من أمريكا وبحب الباسكتبول والNCAA. وإذا بتطلع كمان من الريبرا من لوجو النادي بلشت الفكرة تبعيته. حبينا نعمل نرجع نادي المركزية، هو من الأندية، في كتير ناس بلبنان ما بتعرف إنه نادي المركزية هو من أول الأندية لكرة السلة بلبنان اللي بلش هذه اللعبة، وكتير لاعبين طلعوا من نادي المركزية. فلينا إنه نادي المركزية عنده مؤهلات والخدمات والكفاءة وعنده الفاسيليتيز من ناحية الملاعب الموجودة ومن ناحية الزخم والناس اللي بحبوها وقدامة المدارس المركزية وجامعة الأوزاك أكيد مع البير اللي هو الداعم كمان لمشروع نادي المركزية البير طلال هاشم رئيس جامعة كسيك. شفنا يعني الصور بركي رح نرجع نشوفهم صبحي للصور للعيبة الموجودين والاحتفال يلي صار بحضور الهيئة الإدارية ومجلس الأمنة ورئيس الاتحاد، كان في حضور مميز. شو بتوعد يعني النادي المركزي وين رح يكون وضعه؟ بس باختصار استاذ صبحي لأن لازم ننهي باختصار لو سمحت. اوكي، نادي المركزي اليوم بترأسه الكوتش فؤاد ابو شقره كرئيس جهاز فني، ولاعب السابق منتخب لبنان عبدو شدياق، وفي كمان اعضاء كثير موجود بهذا النادي. الكل توجهون انه نطلع للدرجه الاولى ونجرب نعمل انجاز بالدرجه الاولى. اكيد حابين نحلم انه نوصل وننافس على البطوله، بس بتعرف فور هيلثي بلان لازم نكون عم ناخذ الخطوات خطوه خطوه يعني، وما نتحمس سريعا. حابين ان نكون نادي المركزي عم بيكون منافس، وقلنا لنا بصمه بهيدي البطوله وعم نشتغل عليها. يعني انت عم تحضر وعم بتشوف. بدي صبحي انا بدي اتشكرك اكيد، وبدي اتمنى لنادي المركزي كل التوفيق، واكيد رح يكون لنا اطلالات مقبله معك باستديو ان شاء الله قريبا لنحكي اكثر عن النادي ونحكي اكثر عن وضع الفريق. بدي وجه تحيه للكوتش فؤاد ابو شقره ومدير الفريق دانيش اير على كل الجهود يلي عم تنعمل، ولكل الهيئه الاداريه بنادي المركزي. شكرا لك صبحي عياد رئيس مجلس امنا نادي المركزي جوني لكره السله. شكرا صبحي عياد، شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا ابراهيم على كل هالمعلومات اللي عم تعطينا اياها، وكيف تخلينا هيك بقلب اللعبه ومحمسين عن جد للبنان. اكيد. فكمان جاي على بالنا مره ثانيه نعرف شو عم بصير بالفوتبول وبالعالميه ان شاء الله. يلا نلتقي لك.